اهلا بكم. هنزرع مع بعض النهاردة نبات جميل جدا اسمه البازروميا او الكينو كاربس، وهنلاقي النبات ده كتير جدا مزروع في كل الحدائق لانه نبات قوي جدا سريع جدا في النمو، وفي نفس الوقت شكله جميل جدا وبيدي مجموع خضري ممتاز. يفضل استعماله في الاسوار القصيرة او المرتفعة لانه هو بيعلى جامد جدا، وزي ما قلنا ان هو سريع جدا في النمو. طيب بيتكاثر بالشوشة او بالعقلة الطرفية، دي افضل عقلة ليه. ممكن نجيبها على طول نحطها في التربة او نحطها في المية نجزرها الاول زي ما بنعمل في الالانترا والريحان وكده، لكن طبعا الاول لازم ننظف العقلة دي من الافرع الجانبية وكل الاوراق دي علشان بس نضمن نجاح العقلة بامر الله كده. وهو ده اللي خلاها بس مريحة شوية، طبعا الدنيا حر جدا، فانا علشان اسجل لكم سايبها من بالليل لحد دلوقتي بالورق بتاعها، فعشان كده تلاقيها هوت شوية، لكن مش مشكلة. هناخدها ونحطها في يا اما في التربة على طول يا اما في كوباية مية، ونغير المية دي بالتوالي كده كل 4 أو 5 أيام او كل ما تعكر. يعني المية دي كده هو ابتدت تعكر يوم او يومين بكتير، وهي لازم اغيرها. يعني كده المية معكرة لازم اغيرها، وطبعا ننضف الكوباية وكل حاجة علشان ما يحصلش تعفن او فطريات او كده تخلي العقلة ما تنجحش. انا بحب اجيب حتة فل وبمسك العقلة فيها كده علشان بس ما تتزحزحش يمين او شمال، والفلة دي بتعوم على وش المية فما بتخليش الطرف السفلي ده يلمس القعر فما يعفنش. احنا بس محتاجين ان احنا تحت العقلة بسنتي نقطع كده على نضيف ونعمل كده ممتاز اهي. هتلاقي طيب مدة التجزير 25 يوم او شهر على حسب النبات اللي عندك بقى نظامه ايه واستجاب ولا ما استجابش. ممكن اعمل كده زي ما قلنا في المية او احطها في التربة على طول. طبعا عشان نكون متفقين انا لو سبت الشتلة كده هو هتموت، لازم نعمل لها الصوبة اللي احنا متعودين عليها. انا الصوبة بتاعتي بعمل كده كده اهو، ما تتحطش في الشمس، لازم تتحط بعيد عن الشمس، لكن تشوف نور مباشر او لكن تشوف نور غير مباشر قوي جدا زي اللي احنا فيه ده. يعني ما يكونش في شمس مباشرة لكن يكون في اضاءة قوية علشان تشتغل. لو شافت شمس ساعة واحدة الصبح من 6 لـ 7 الصبح او شمس مغربلة من ورا شجرة او من ورا ستارة او كده هيكون ممتاز جدا، بس برضو مش كتير. يعني ما ينفعش احطها ورا ستارة تشوف 7 ساعات شمس ولا حاجة، لا ما ينفعش، 2 3 ساعات بالكتير جدا طالما شمس مغربلة اللي هو نص شمس نص ضل تعال بقى نسيبها 25 يوم اللي هو مدة التجزير ونشوف هيحصل فيها ايه. يلا بينا. وهنا بعد 10 ايام طبعا لو المية عكرت بتغيرها بمية رايقة، والمية ما يكونش فيها كلور، يعني ما ينفعش اجيب مية من الحنفية واحطها على طول، فدايما تلاقيني حاطط ازازة مليها، طبعا لسه راوي بيها، يعني مليها على الاخر بايتة بقى يوم بايتة يومين لحد ما ابتدي اشتغل بيها. طيب ونبتدي نطلعها اهو، هنلاقي واضح جدا بداية تجزير واضحة جدا اهي في 10 ايام. مفيش اي نوع من انواع التعفن، مفيش اي ورق زبل او حاجة، اهو الورق اخضر وممتاز. على فكرة دي بتشوف شمس ساعة، فيعني حاجة ممتازة. احنا قلنا ان صحة الجذور او نجاح التجزير بيبان بعد 25 يوم، لكن دي المبشرات بتاعته، فان شاء الله خير. اسيبها 2 اسابيع كمان وبعدين ارجع اشوف. انا اقدر دلوقتي طبعا احطها في التربة، لكن انا هكمل التجزير المائي عشان نتفرج عليه كلنا ونرجع نشوفها كمان 2 اسابيع. يلا بينا. وبعد 2 اسابيع هنشوف دلوقتي الناتج النهائي. طبعا واضح جدا الجذور ابتدت تتمدد. انا مش هسيبها اكتر من كده بقى في التجزير المائي، هبتدي انقلها للتربه. البازروميا بتبقى الجذور بتاعتها قويه جدا وبتحتاج محتوى تربه يكون كبير، فمش هحطها في كوبايه التشتيل، انا هحطها على طول في قصيص ممكن 18 او 20. ولو عايز تنقلها في الارض على طول تمام، بس تكون في حته ما فيهاش شمس حارقه، او هنبتدي نحطها تحت شجرة علشان تبقى شمس مغربلة. نشوف بقى الجذور مع بعض، اهي واضحة جدا، اهي الجذور واضحة جدا.
ما شاء الله، ولونها ابيض، دليل على صحة الجذور، مفيش اي نوع من التعفن، مفيش اي نوع من الامراض. نجيب التربة بتاعتنا، 3 رمل واحد بتنس منزلي، 3 رمل واحد بتنس منزلي، عملنا مع بعض الفيديو قبل كده، هسيبه لك في شاشة النهاية، او 3 رمل واحد كومبوست تام التحلل برضه عملناه مع بعض، هسيبه لك برضه في شاشة النهاية. احفر حتة من التربة كده اهو على قد الجذور، انا بحب ارويها الاول عشان اعرف احفر، وهنزرعها بقى بطريقة عادية جدا زي ما بنزرع في كل الفيديوهات. وندي راية مشبعة، راية غمر، ونتأكد ان في نقطتين مية نزلوا من تحت القصيص. وما ننساش لازم نعمل الصوبة بأي طريقة من الطرق اللي بنقول عليها دايما. وبكده يكون شتلة تمام التمام، شتلة كينو كارت او بازروميا جميلة جدا. وان شاء الله نتابع مع بعض في الجزء الثاني مراحل نمواها، وازاي نكبرها ونخليها شجيره بقى جميله جدا بارتفاع 80 سم او حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو اضغط لايك، لو اول مره تزور القناه اعمل اشتراك، وشير الفيديو ده لاصحابك عشان معلومه عامه كل يستفيد، زكاه العلم نشره، حتى نلتقي بفيديو جديد. شكرا، السلام عليكم.